السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. نحلي مصاب بالفاروة وأنا في وسط الموسم، ماذا أفعل وما هي الإجراءات التي يجب علي الالتزام بها لكي أحصل على عسل نظيف وصحي وغير ملوث؟ مكافحة الفاروة أثناء الموسم محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ الرشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي الكريم. شوف أخي الكريم، يعني الفاروة لا تنقطع من الخلايا نهائيا، مهما حاولت مش راح تقدر تقضي على الفاروة يعني بشكل كلي بنسبة 100%. فأفضل مكافحات الفاروة ممكن إنها تقتل بما نسبته 95-96%، بيبقى في عندك 4%. هذه 4% ستبدأ بالتكاثر بعد انتهاء تأثير المادة المكافحة. هذا أولا. الأمر الآخر إنه تقريبا لما نقول إحنا إن في فاروة، فالفاروة يعني 20% منها بيكون موجود على النحل في خارج، وفي عنا تقريبا ما نسبته 80% من الفاروة موجودة داخل العيون السداسية، بتكون متأهبة حتى تخرج مع خروج النحل وخصوصا بيوت الذكور. في هذه الفترة من السنة بالتحديد راح انت تشوف او يعني ازدياد غير مسبوق في عدد الفاروة، وهذا يعود الى وجود حضن الذكور في كل الخلايا، سواء كانت الخلايا الضعيفة او الخلايا القوية كلها فيها حضن الذكور. حضنة الذكور هذه جاذبة يعني للفاروة بشكل غير طبيعي، لأنه حضنة الفاروة عندما نقول حضنة الذكور عندما نقول أنها بتؤدي إلى ازدياد في عدد الفاروة، ففي حضنة العاملات عندما تضع الفاروة بيوضها في حضنة العاملات يخرج من هذه العين اللي فيها بيوض فاروة، يخرج منها حبتين من الفاروة، واحد ذكر واحد أنثى، والأنثى بتكون ملقحة وبتخرج وبتبدأ في البيض، وباقي الحبات الفاروة اللي ممكن تكون يعني من 5 إلى 6 حبات هذه بتكون عقيمة، لأنه يعني خرجت أو طلعت النحلة من العين السداسية قبل أن تصل الفاروة إلى مرحلة النضوج الجنسي. لكن بحضنة الذكور على الغالب يعني بيخرج منها حبتين إناث ومكتملة النضوج الجنسي وذكر واحد. يعني هنا يعني يبدأ ظهور الفاروة بشكل كثيف جدا. لذلك مثلا المكافحة الميكانيكية في هذا الوقت من السنة بيكون بيعطي نتائج ممتازة جدا. والمكافحة الميكانيكية اللي احنا بنقصد فيها انك تجيب اطارات اساس، وإطاراتها تكون عيون ذكرية، عيون واسعة وموجودة عند اللي بيبيعوا أدوات النحل، بتنزل هذا الأساس في الخلايا وبتترك النحل يبنيه وتبيض فيه الملكة بيض غير ملقح، وبالتالي هذا الإطار بيكون عبارة عن مصيدة للفاروة، كل الفاروة تتجه إلى أن تضع بيوضها في هذا الإطار. وعندما يتم الغلق على هذه الذكور بنأخذ هذا الإطار اللي بيكون كله حضن الذكور وبنتخلص منه. بهذه الحالة بنكون يعني خففنا نسبة عالية جدا من الفاروة دون اللجوء إلى عملية المكافحة سواء بالمواد الطبيعية أو كيماوية. لكن لنفترض ان عملنا هذا الاجراء والفاروة لا زالت موجودة عندنا في النحل، يعني خلينا بس نعطي ملاحظة انه اذا كانت مثلا اذا عملنا فحص فاروة
وكانت نسبة الفاروة في الخلايا بما يعادل 2%، ما بنعتبرها إصابة، ممكن يكون ذات تأثير. لكن إذا كانت عندنا نسبة الفاروة مثلا 4%، 5%، 6%، هنا لابد من التدخل ولابد من المكافحة، لأن المكافحة سواء كانت بالمواد الطبيعية، بمواد كيماوية، بأي مواد، راح يكون في إلها تأثير على حياة النحل. فإذا ظهرت الفاروة عندنا وعملنا فحص فاروة وظهرت في عندنا مثلا نسبة 5%، لابد هنا من التدخل في المكافحة. فإذا كنا إحنا في موسم الجنين، ما بدنا نستخدم مواد كيماوية سواء أمتراز مثلا أو الأشرطة الصينية، ففي عنا يعني طريقة ممكن نستعيض فيها لفترة معينة، اللي هي بنجيب حجرين من فحم الأرجيل هذا، بنولعهم بنحطهم في أرضية المدخن، ثم بنضع فوق هذول الحجرين زعتر، وتقريبا يعني في عنا شجرة بتشبه السرة واسمها بشور الليمون، يمكن معروف لكم هيك، بتكون ريحتها بتكون هي زي الصرو الصغيرة، ولكن رائحتها لما تفركها في ايدك بتصير رائحتها كأنها قشر ليمون. وبنحط هذول فوق الفحمتين هذول اللي احنا ولعناها في المدخن، وممكن ان نحط عليه هذه الفحمتين 2 جرام او 1.5 جرام من مادة بلورات المنثول أو بلورات الثايمول، وبنستخدم التدخين بشكل مكثف في عند النحل، لكن يعني هذا لا يقتل الفاروة ولكن هو يسقطها، بوقعها دايخة. فممكن إن يعني نحط ورق مدهون بالفازلين في أرضية الخلية، والفاروة اللي بتسقط بتلتصق في الورقة هذه اللي عليها فازلين وما بتقدر ترجع. هذا بالنسبة للخلايا اللي بدنا نجني منها عسل. أما إذا كان في عندك طرود صغيرة، إذا في عندك تقاسيم صغيرة، لا زالت مثلا على 5 إطارات، 6 إطارات، 7 إطارات، ممكن إنك تستخدم فيها أي مادة سواء كانت يعني كيماوية أو غير كيماوية وتكافح فيها. تحياتي.